في الملابسات الى غير ذلك. سمعنا واحد في اش كيقول كيقول كي الا ما حددناش كذا كذا من 1000 منصب شغل الا ما درناش 2500 لكل واحد شيروا علينا بالحجر. سمعها العالم، الا ما اعطيناش كل واحد 2500 شيروا علينا بالحجر. ودازت الانتخابات وطلعت الحكومة وقدمت البرنامج ديالها والمواطن قاعد كيتفرج قاعد كيشوف وقال اش كاين دابا عاد باقة جديدة، دوز شهر دوز شهرين ثلاثة أربعة خمسة ستة إلى غير ذلك، وداروا زبايل أكثر من داكشي. ولكن واش شتو المواطن شير بشي حجرة؟ والو. يعني كيفاش هاد الاجتماع هذا ديال ما بين رئيس الحكومة والمعارضة وحنا كنشوفوا هاد الجو الجميل رومانسي، كان خص يكون غير الليل والضوء خفيف أحمر والورود والحب. بسم الله الرحمن الرحيم، الإخوان والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خلال هذا الأسبوع لفت انتباهي واحد الصورة ديال اجتماع ديال السيد رئيس الحكومة مع أحزاب المعارضة مع قادة المعارضة. هذه الصورة هذه هانتوما كتشوفوا كيفاش المعارضة مكسلين مع راساتهم وطريقة الجلسة من حقهم. هنا الجلسة يعني كنشوفوها بأنها تقريبا شبه عائلية، هادو مرتاحين واخذين الراحة ديالهم. واجتماع هذا ديال المعارضة وهاد التصايرات هادو جاو في الموقع ديال في الحساب الرسمي ديال السيد رئيس الحكومة بالك مجتمع سيدي مع الأحزاب ديال المعارضة. هاد الأجواء هذه في الحقيقة هي أجواء جيدة كنتمنوها، ولكن كنتمنوها لكل مغربي وخلاص والعالم كله، لأن احنا المغاربة مجتمع ديال كيبغي السلم وكيبغي الأمن وكيبغي الاستقرار وكيبغي السعادة لجميع البشرية. ولكن اللي لفت الانتباه هي في الحقيقة بزاف ديال الحوايج، ولكن اللي لفت الانتباه هو أنه واش بهذه الطريقة يعني كنكونوا منطقيين مع الوضعية اللي فيها المغرب. يعني الوضعية ديال المغرب ليست رديئة أو سيئة، ولكن في واحد الوضع ديال تعبئة عامة. صحيح أنه ما دار حتى شي خبر، ما كان حتى شي إخبار اللي كيقول لك المغرب خصو يكون تعبئة، لا ما دارت ولله الحمد. الدواليب ديال الحكم غدا، الدواليب ديال الدولة غدا، التحديات كل واحد شاد الشغل ديالو والأمور غدا، وكتجي نتائج طيبة خصوصا للصعيد الخارجي. ولكن هذه الطريقة هذه اللي كتشوفوا بها الأحزاب، وهذا الشيء ما مقصودش به غير الأحزاب، المعارضة رازيد عليها الأغلبية والمعارضة كل شيء، كطرح واحد السؤال، هاد قادة الأحزاب أين هم من هاد الحالة اللي فيها الوضعية ديال المغرب؟ المغرب والمغاربة كل شيء معبأ وكل واحد من الباب ديالو، وحاسين بأنه راه كاين هموم وكاين تحديات وكاين مشاكل وكاين جفاف وكاين جدية خاصها تكون وكاين تحديات على الصعيد الخارجي. ولكن لسان الحال اش كيقول؟ كيقول بأنه قادة الأحزاب، أنا كنتكلم على قادة الأحزاب الرسمية واللي موجودة في البرلمان واللي عندها إمكانيات واللي الدولة كتعطيها ميزانيات ديالها باش أنها تخدم وتتحرك وتجيب نتائج على الصعيد الداخلي وعلى الصعيد الخارجي، وباش تدعم الإعلام ديالها وباش تقوم بتأطير المواطنين وباش تنشط الحياة السياسية وباش تفعل وباش ترك إلى غير ذلك. ما غاديش نهضروا على الأحزاب مثلا للتمثيلية ديالها والإمكانيات ديالها إلى غير ذلك. ولكن هاد قادة الأحزاب اللي كاينين دابا في المغرب فين هما قدام هادشي اللي حنا قاعدين كنشوفو؟ حنا ماشي علاش البولة حمراء باش نقولوا المغرب فيه خطأ، لا الأمور غادة. ولكن هذا جا باش كيستدعي أنه فين هاد الأحزاب، الملاير اللي كيديو ديال الدعم، ملاير كيديوها الأحزاب، اجي حزب كذا اجي حزب كذا اجي حزب كذا، اولا صيفطوا لنا لي كونط ديالكم، فيرسي لهذا فيرسي فيرسي عطي 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 عطي. والقانون ديال دعم الاحزاب فاش كيدوز البرلمان كيدوز طياره كيدوز صاروخي الى غير ذلك باش يدير واحد الشغل
هاد الشغل هذا اللي هو اساسي اللي كنعرفوا البرلمان الى غير ذلك، حنا شفنا الجلسات كيفاش ولات روتينيه ممله. ما نهضروش على الارتخاء وعلى ما نهضروش على اللي الى غير ذلك، ولكن الجلسات اللي هي مهمه روتينيه، فما بالك باش نعولوا باش يقوموا بمهام غير ديك الوظائف الرسميه اللي مكتوبه في الدستور ومكتوبه في القوانين التنظيميه ومكتوبه في المراسيم والامور اللي هي عاديه. يعني الا ما كانش الانسان الضمير ديالو كيخاطبوا كيقولوا باننا في واحد الوقت استثنائي، اش بغيتي دير له؟ يعني كيفاش هاد الاجتماع هذا ديال ما بين رئيس الحكومه والمعارضه، وحنا كنشوفوا هذا الجو الجميل رومانسي، كان خص يكون غير الليل والضوء خفيف احمر والورود والحب، فاشنو ممكن في هاد الاجواء غادي يتناقش مثلا الحكومه مع المعارضه؟ ما فهمت، انا بغيت نعرف غير الحديث اللي ممكن يكون كيدور في ديك الاجواء، واش غادي يقول له صديقي واش تعرضونا واش ما تعرضوناش، شنو هو كيفاش غادي نبداو الهضره مع بعضياتهم؟ واش المعارضه غادي يقولوا للحكومه انت الله يعمرها دار وغدا الامور زوينه وبرافو ليك، فين هاد برافو ليك؟ يعني اش من حوار، اش من اجتماع، يعني المضمون شنو غادي تطرح في مثل هاد الامور هذه؟ وحنا كنشوفوا بانه العالم كله واقف، بلا ما نهضروا على الحكومات ديال اوروبا، بلا ما نهضروا على الحكومات تاع افريقيا، وكلشي كلشي كلشي العالم كلشي واقف، يعني كلشي على القرص، كلشي معبأ، كلشي متبع، العالم كيجري سرعه مذهله، الاخبار متسارعه بالنسبه للمغرب، تحديات مستجدات، شنو ممكن يعني شنو هي الحاجه اللي تخليك تفهم مثلا هذه الاجواء دابا هذه؟ اما بلا ما نهضروا مثلا على العمل الرسمي، غياب البرلمان ورئيس البرلمان قاعد كيقلب كيفاش يدير، قال لك هادو مابقاوش يتجمعوا لي، مابقاوش كيجيو ولاو كيغبروا ليا، كيغيبوا كيفعلوا كيتركوا كذا كذا، وكاننا في فتره ديال الاسترخاء. السؤال الكبير، هاد الاحزاب هذه فينا هي؟ ربما في المغرب وقال راه كاين شي 40 حزب. نخليو سيدي نهضروا غير على هذو اللي في البرلمان، كيتخلصوا واكلين شاربين، المسائل التعويضات الطوموبيلات الشيفور، المسائل كذا، الهدايا، الهبات، هذه هذا هذا، وبعثات ودا وطلع لنا وهود مع راساتهم، كيشي كله يعني كيديوه باش يقوموا بواحد المهمه، وعندهم سلطات وعندهم امكانيات وعندهم كل شيء، ولكن حنا كنشوفوا هذا الغياب ديال المعارضه. اذا زيد المعارضه، زيدها على الحكومه والاغلبيه الى غير ذلك، شنو؟ انا ما كنهضرش انايا على الامكانيات ولا يطلعوا الصوارخ ولا يهبطوا الشتاء ولا، ولكن على الاقل الاحساس بالمسؤوليه، الاحساس بالظرفيه، الاحساس بالجو العام، على الاقل يكون واحد الاداب في التعاطي مع الراي العام. يعني ما غاديش تقول له مثلا بانه انا غادي نفعل لك او نترك لك الى غير ذلك، ولكن على الاقل كيظهر واحد النوع ديال الجديه، واحد النوع ديال الاحساس بالوقت، واحد النوع بالاحساس باننا رحنا في واحد الحاله وواحد الوضع استثنائي. فإذا كان المواطن البسيط ولا كيحس بالمخاطر كامله اللي دايره، المواطن البسيط يعني ما نشوفوش غير اللي كيقيلوا يغوتوا ويقول لك حنا والو حنا زيرو وحنا كذا، لا، المواطن البسيط ولا كيقول لك اياه المغرب وكاين قضيه الصحراء وكاين ضدنا وهذا والنظام العسكري الجزائري وبانه راه كاين مشكل وكاين الجفاف وواحد كي هذا الاخر كيقول اودي بان هذا نصبروا الى غير ذلك. الا كان المواطن البسيط حاس بالمسؤوليه، فين هما الزعماء ديال هذه الاحزاب السياسيه؟ يعني شو تصوروا دابا غير المواطن البسيط، المواطن البسيط ديك النهار في الانتخابات في الحمله والى غير ذلك والحكومه وهذا طلع هبوط كذا بغض النظر على الظروف والملابسات الى غير ذلك، سمعنا واحد في اش كيقول؟ كيقول لك الا ما حددناش كذا كذا من 1000 منصب شغل، والا ما درناش 2500 لكل واحد شيروا علينا بالحجر. سمعها العالم، الا ما اعطيناش كل واحد 2500 شيروا علينا بالحجر. ودازت الانتخابات وطلعت الحكومه وقدمت البرنامج ديالها، والمواطن قاعد كيتفرج قاعد كيشوف، وقال اش كاين دابا عاد باقه جديده، دوز شهر دوز شهرين ثلاثه اربعه خمسه سته الى غير ذلك،
وداروا زبايل كثر من داك شي، ولكن واش شفتوا المواطن شي يرب شي حجره؟ والو. علاش؟ من نهار الاول عارف اشنو كاين، من نهار الاول. وحتى الا كان متفائل وداز داك الوقت، يعني المواطن عادي، يعني هذا شعور تلقائي اعطتنا النتيجه بانه المواطن في المغرب بانه من الطراز الرافع، وبانه ولا كيميز ولا كيطبق داك المثل كيقول لك الا كان اللي كيهضر بعقله، اللي كيتصنت الا كان اللي كيهضر حمق، اللي كيتصنت يكون بعقله. وثبت بالملموس بانه الوعود ديال الحكومه، واش نقول وعود ديال الناس مع حماق ما كاينش العقل، ربما نعرف اولا نقولوا المواطن بعقله، يعني داز هذا وحنا كنشوف كاين شي اكثر من هذه المسؤوليه اللي كيحس بها المواطن. انت قاعد كتشير عليه بالارقام وبالاحصائيات وبالوعود وبني وعلي وفي السماء وكذا وكذا، وفي الاخر كيدو شهر شهرين ثلاثه سته عام، وكيقول لك راه كاين ظرفيه وكاين وكاين وكاين، يعني كاين شي وعي اكثر من هذا؟ كاين شي مسؤوليه اكثر من هذا الشيء باش يبان له كسيدي القاده ديال الاحزاب مجبدن ومكسلن؟ قال اش كاين؟ الحكومه، رئيس الحكومه مع المعارضه، اش تعارض هذه الحكومه؟ اش تعارض اصلا؟ الا جينا نهودوا هذا حسب هذا على هذا، شنو غادي تعارض المعارضه ملي كيكون كدير واحد الحاجه وكيجي الاخر كيقول لك لا ماشي هكاك، لا خاصها تكون هكا، هذا اصلا شنو تعارض الحكومه؟ والحكومه والمعارضه ربط الطم وتسحبوا قوانين وداكشي السينيسيز الوالدين حيدوه وقانون محاربه الفساد وزيد وزيد، والمواطن قاعد كيشوف. مع ذلك كنشوفوا المسؤوليه يعني في اعلى القمه ديالها، وبانت لنا بانه هذاك النخبه السياسيه اللي ما نعرف يعني كيكون عندها الفلوس او لا، كتقرا في ظروف فاخره وكتقرا في ارقى الجامعات وكتقرا الى غير ذلك، تبت لنا بان هذه النخبه هذه بانه المواطنين البسطاء احسن منها في العقل وفي الاحساس بالمسؤوليه وفي الحكمه وفي الرزانه. هذا الشيء اللي بان لنا. والعناصر ديال النخبه السياسيه اللي المفروض ديالها انها تقود المواطنين ثبتنا بانه هانتوما قاعدين كتشوفوا، قالوا تعيا ووعدوا تعيا وعلوا في الاحصائيات، علوا في كذا علوا في كذا، ولاو هبطوا والشعب قاعد كيشوف. وحاكيم هذه ما نكروهاش، وصلت بنا الدرجة أنه الإنسان في عظمى على الأقل على الأقل على الأقل يكون غير واحد المسؤولية أنك احترام الشعب. هذا كيجلس في شكل، هذا كيهضر في شكل، الأخرين مكسلين، برلمان كيصفر، جلسات مملة وصافي. فاحنا راه ما كنطلبوش مثلا الإنسان كيطلب مثلا بأنه إنسان يدير المعجزات، ولكن على الأقل إحساس بالمسؤولية. وهنا غادي نرجع باش نذكر بالوزراء في العهد القديم. الوزراء في العهد القديم قبل ما يبداو يطلعوا هاد الاجيال ديال دابا وهاد اللي قاري كل واحد ما نعرف فين كل كذا كل كذا كل كذا، قبل ملي كان المغرب غادا غير هكاك، ما نهضروش على الستينات والسبعينات والثمانينات، على التسعينات، على التسعينات ما كناش كنشوفوا هاد الطريقة في التعامل مع الرأي العام. يستحيل أنك تلتقط صورة الوزير أو لتزعيم حزبي، زعيم حزبي قائد حزبي، يستحيل انك تلتقط له صوره وتوصل للراي العام بانه في واحد الحاله كانه ماشي هنا في هذا العالم، كانه ماشي هنا في هذا العالم. زائد انه الوضعيه اللي حنايا فيها، واش ما عندهم اعلام، ما عندهم فلوس، ما عندهم احزاب، ما عندهم مجهودات ذاتيه تهزهم من نفس نوضوي، واش يبقاو لاصقين ديما؟ الخدمه هي شنو هي؟ هي البرلمان، الحكومه، البرلمان، على الاحزاب ما عندهاش شي خدامي اخرين يديروهم؟ واش ما عندهمش شي حوايج اخرى يديروها من غير هادشي؟ وعلاش كنلقاو الناس بمجهودات ذاتيه قاعدين كالي ويدافعوا على المغرب ويغيروا وادي وبنيه حسنه خاصها تكون هادي، علاش ما تكونش هادي؟ ما تضغطوش على الشعب، ما تفعلوش، ما ديروش، ها خصكم ديروا، حاربوا هادي، حيدوا هادي، ديروا هادي، راه كاينه ازمه الماء، هادي خصها تكون، هادي ما خصهاش تكون، هادي كذا، هادي كذا. هادي مجهودات مواطنين قاعدين كنشوفوها، هزاهم النفس. يعني واحد الصوره يعني غريبه.
المغرب الظروف اللي قاعد كيعيش فيها هذا كتشبه الظروف اللي عاشها بديك المرحله ديال قولوا مرحله الحرجه، غير الا قاددنا مرحله حرجه. الناس ديال الحركه الوطنيه اللي منهم خرجوا هاد الاحزاب كيفاش كانوا كيتصرفوا؟ ها الناس الحركه الوطنيه هاي اللي كانوا كيفاش كانوا كيتصرفوا؟ واش كانوا كيتسناو المقابل؟ واش كانوا كيخدموا بلي بيرمو؟ واش كانت الدعم ديال الحكومه في العهد الناس اللي تجاوزوا المخاطر والصعاب؟ واش خدموا بهذه الطريقه بهذه الوسائل هذه؟ واش كانوا كيتسناو الدعم ديال الدوله؟ يعني الدعم ديال الدوله واش كانوا كيتسناو؟ اللي فيه النفس وفيه المسؤوليه الى غير ذلك، هذاك راه ما كيحتاج حتى شي حاجه. فهاد الصوره هذه ملي شفت انا المعارضه، وعاده المعارضه كتكون اشد وكتكون عساسه. دابا هذه قريناها في هذا ملي بدينا في كليه الحقوق، وقبل من كليه الحقوق قريناها من مدرسه الواقع. المعارضه نورمالمون كتكون عساسه كتصيد الاخطاء وتصيد الهفوات وهذه والاعلام وتبدا وتبرح وتقول هذه كذا هذه كذا هذه كذا الى غير ذلك. ما بالك الان وكاين الدعم ديال الدوله وكاين وسائل وفين داك الشيء ديال الدبلوماسيه الحزبيه ديك الدبلوماسيه فين على كل حال كنتمنى الاخوان والاخوات يكون على الاقل هذه الافكار اللي طرحتها انها تحرك شي حاجه في الصفوف ديال الزعماء ديال الاحزاب السياسيه. الا كانوا مابقاو كيفهموا من هاد التغييرات اللي دايره في العالم في السوق يحيدوا، ما يبقاوش خانقين يطلعوا عاوتاني شي طبقه اخرى الى غير ذلك. حنا ما كنقولوش غادي يطلعوا مثلا طبقه كتقود الاحزاب اصحاب عشرينات وثلاثينات في العمر، كيكون الحماس كيكون التسرع كيكون كذا كذا، ولكن على الاقل شي طبقه اخرى على الاقل بنادم يبدل شي شويه. بلا ما يقولوا لك زعماء الاحزاب لا يمين ولا شمال كاملين اغلبيه والمعارضه، بلا ما يبقاو يردوا ديك بانه الانسان كيوصل للسبعينات كيولي اكثر حكمه واكثر كذا، والو دبر الحكمه من عند الله والدليل. حنا قاعدين كنشوفوا مواطنين عاديين وفيهم الحكمه وداو كيفهموا، واخا كيقول لهم شي واحد ضربوني بالحجر ما كيضربوش، واخا كيقول لهم شي واحد تحاسبوا معايا ما كيتحاسبوش، بمعنى انهم ولاو كيميزوا اللي كيهضر واش عنده شي هذا ولا والو، بمعنى انه راه ممكن في القادات ديال الاحزاب السياسيه والزعماء ديال الاحزاب السياسيه يطلعوا شباب ومن كلا الجنسين ويكون السن ديالهم مثلا غير في الاربعينات بحال هكا، وراه عندهم التجربه وعندهم الاكتمال وكاينه كذا وبزاف ديال الحوايج. الاخوان شكرا للانتباه، دمتم في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.